دلوقتي معانا السكينة، خلاص نواصل. ودخلنا في السكينة دلوقتي، ادي دي اللي هي دي القوة، نقطة الارتكاز اهو، المنطقة دي نقطة الارتكاز، والكراسة هي المقاومة عشان دي حاجة اللي انا بقاومها. ده خلصنا السكينة، خش على الصافة. الصافة اهو، هنا ايديا دي القوة، ودي نقطة الارتكاز، دي نقطة الارتكاز، الكراسة هي المقاومة اهو اهو، الكراسة دي هي المقاومة، الكراسة يعني. معايا المشبك، المشبك ده من النوع الأول، دي ده قوة برضو، ودي نقطة الارتكاز، ودي هنا دي تعتبر مقاومة مثلا اهو، دي مقاومة.